وأعظم شيء تطيع فيه الله التوحيد، تكون موحد. دي أول نقطة تبدأ بها قبل ما تحلق شعرك وقبل ما تعمل أي شيء، توحد الله سبحانه وتعالى، تكون عقيدتك في الله تمام. قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. السماء دي مش خلقها الله؟ أي. والأرض خلقها الله؟ أي. وإنت خلقك الله؟ أي. تعبد الله براه بس، والله الذي لا إله غيره. أنت قال لسه إخواننا ديل بيتكلموا في الصوفية ليه؟ الصوفية ديل جابوا كطبات ما بتلقى أبدا إلا عندهم قليل، والله بيجيبوا قصص شفتها في سبيستون ما تلقى إلا عندهم. وأنا سبديك أمثلة. واحد ده زعيم من زعماء الختمية، عنده كتاب اسمه النور البراق، والختمية عندهم تاني كتاب اسمه فيوض البحور المتلاطمة. في النور البراق الشيخ قال: أنا الجليس على العرش المحيط كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالي. قال: أنا جالس فوق العرش. وتاني قال: الغيب ده كله بعرفه تفصيلا وإجمالي، كله تفصيلا وإجمالا كله بعرفه. قال يعني عشان كيف تلقى بعض النسوان امشى للشيخ يقول له: أبويا الشيخ أي عندي ذهب، ذهب سرقوه، هشوفه لي وين، هو شاير له سبحة ومولع له بخور شغال ور فكيبها بلي. بعد شوية يجيب لها كضبة يقول لها: والله ذهبك ده بيجي بيجي، لكن كذا خدت البياض. يا زول، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا، وفي رواية كاهنا أو عرافا، فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لأنه الله نزل عليه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. عشان كده الشباب أول شيء تبدأ به عقيدتك تبقى في الله تمام. إياك تعتقد إنه في غير الله بيعلم الغيب. يا أخي الله قال: وعلم آدم الأسماء كلها. علموا الأسماء في تفسير ابن كثير أسماء الأشياء، يعني قال له: دي شجرة وده جبل وده بحر وده كذي وده كذي وده كذي. علموا الأشياء أسماء الأشياء. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فالغيب ده حق الله براه سبحانه وتعالى. الختمية ديل ذاته واحد اسمه عبد الله العيدروس ده جابوا له كرامات. قال: من كراماته أنه دخل عدن، عدن في اليمن، دخل عدن فقال: يا سماء أمطري لبن فإني في عدن. فأمطرت لبنا. قال للسماء: يا سماء أمطري لبنا فإني في عدن. فأمطرت لبنا. السماء اللي بيتكلم معاه منو يا ناس؟ السماء. واللي بيأمره تمطر منو؟ الله سبحانه وتعالى. ده قال الشيخ بتاعه اسمه عبد الله العيدروس. قال للسماء: أمطري لبنا. قال السماء: كر، جابت لبن، ما معروف لبن بقر ولا غنم ولا لبن بودرة، عليم ربهم. قالوا: جابت لبن طوالي. يعني تخيل انت ماشي في الشارع تجيك جمادة في رقبتك، المطر شغالة. ده دين يدان لله تعالى به؟ هسه في زول عاقل بيصدق كلام زي ده؟ تجيب لبن من السماء عديل كذي؟ والله الذي لا إله غيره. كتاب اسمه ليك سلام مني ده حق البرعي،
في ناس قاعدين يصرخوا. اليوم ذاك قبل سنة ولا سنتين كنا ساوين حلقة هناك، جو يصرخوا، بعدين جاء واحد سكران الشغلة جاطت ودونا القسم تاع الحتانة، سجنونا قريب 32 نفر، دخلونا جوا. أنا تكيفت جدا من العساكر، أنت عارف ليه؟ لأن الضابط زول فيه خير ملازم، قال للصوفي أنت مالك؟ قام الشباب قالوا ليه والله الزول اللي جاي ناقش زولنا ده اللي واشروا لي أنا. قام قال لي أقف في جاي، قعدني في جاي، قال للصوفي أقف في جاي، قلت له بس سويها مناظرة الليلة بديهم 6-0 قلت له. بعدين بدوا المناظرة، سألني أسئلة الملازم جاوبت عليها بدي بالصفحة، بقول لي الناس قالوا كذي في كتاب كذي صفحة كذي، والكلام ده مخالف للقرآن لأنه الله قال كذي. لما انتهيت تكيف جدا الملازم، قام قال للصوفي أتكلم والله الناس ديل، قال لي يا زول عندك صفحة كذي ولا ما عندك؟ ده الملازم ذاته. قلت له والله يا جناب وأنا متكيف منكم جدا، كذين احنا انتهينا منك ونتو العساكر دخلنا على المساجين ديل نشتغل فيهم دعوة. فتحوا لنا الزنزانة، خشينا جوا لقينا واحد كاتل مرته. قلت له انت تعال تعال انت شفت، طالما قتلت مرتك دي الله يدينا ويديك، تعال نشتغل فيك دعوة انت بتكون اقوى واحد فيهم. اشتغلنا فيه دعوة، بقى اي زول داري كورك بس ده بيجي بيصر عليهم كذي بسكته طوالي. قلت له تمام انت خليك قاعد كويس جدا. بعدين اشتغلنا في الباقين، الله يتقبل دعوة والناس عرفت الحق. اليوم الثاني الظهر فكونا، تلون الله يتقبل وسلام عليكم. فانا ما مملاوزين من شيء، ما تفتكر صوفيا بيجوا بكوركو سايب. انا والله تدخلنا السجن نتكيف جدا، نشتغل دعوة جوا، تودينا كوبر بنلم في الناس الكتل وديل، بنوريونا العقيدة والتوحيد بعضهم يعني، تخلينا هنا بنشتغل فيك دعوة. أصلا نحن ابتلاء، ابتلى الله بنا هؤلاء الخلق والله الذي لا إله غيره، لكن في النهاية دارين الخير للناس ما أكثر من كذي، ولا دارين الناس يبقوا معانا بل دارين لهم الخير، يخلونا نحن ويخلوا الصوفية ويخلوا الجماعات كلها ابقوا مسلمين مستقيمين. إياك تبقى في طريقة. البرعي في كتابه لك سلام مني قال في كرامة. الكرامة شنو يا البرعي؟ قال في شيخ اسمه يعقوب ابن أحمد الصليحابي، الكلام ده صفحة 40-44. قال يعقوب ده تلميذ أحمد الطيب البشير شيخ السمانية، بعدين قال جاءوا تلميذ من تلاميذه من تلاميذ يعقوب ده، قال لي يا شيخ أنا عندي 6 بنات، بنات 6 وأريد ولدا ذكرا. قال لي عندي 6 بنات دار لي ولد شنو ذكرا، مش مفروض الشيخ يقول لي بس عليك الله بس عليك الله؟ لا لا ما قال لك كذي، قال له أحضر لي واحدة منهن في صبيحة يوم الجمعة بعد صلاة الفجر. قال له شفت يوم الجمعة الصبح بعد صلاة الفجر، جيب لي واحدة من البنات 6. قال فذهب فاختار واحدة منهن فأتى بها، عايل للبنات 6 تار لي واحدة فين دي بكون قنعان منها بتكون بتنوم كثير وما بتقوش كويس. قال لا تعالي شغل هذه هناك، قالوا يجيبوا بيت. بعدين قال جابوا البيت، قال فأخذ الشيخ يذكر الله بشدة، سخن في الذكر، أوك الفتمتوم حمتنا النوم كرر، سخن في الذكر لسان الحال يعني. قال ثم تلا قول الله تعالى يمحو الله، الآية دي ما محلها طبعا، جاب شغل زاي. قال ثم تلا قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. الآية تفسيرها في تفسير ابن كثير، يمحو الله ما يشاء ويثبت في صحف الملائكة وعنده أم الكتاب، آية اللوح المحفوظ ذاك ما بيمسح منه لحكمته سبحانه وتعالى. فقال ثم مسح على البنت فقلبت ولدا،
البت من بت قلبوها شنو؟ ولد. قام البرعي ألف القصيدة وقال فيها: ليه سلم يا ولد القلب البت ولد، بت قلب ولد. هسي لو جبنا له الركشة دي قلنا لا أقلبها نيسان بس بيقدر، خلي بت الله جابها انتايا، انت تقلبها ذكر، انت شغال معارضة مع الله تعالى ولا شنو؟ وبعدين البت دي، البت دي يوم القيامة يندوها شنو؟ البت يوم القيامة يندوها شنو؟ أنا داير أعرف. والبت دي لو مخطوبة خطيبة ده يقبل وين؟ والله دي ما أسئلة الزول بيسألها ودار يفهمها، دي كلها هوس شغال. وفي واحدين بيتعصبوا لهم ساعة طبعا، يقول لك أنا شيخي ما برضى فيه، وشيخي أنت مفروض ما ترضى في الله سبحانه وتعالى، لأنه ديل الله بيقول لهم في القرآن: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الله قال لك ما تنادي غيري، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. هم بيقول لك: إنا بخضب في البلاد نزيل، قل يا ولي الله إسماعيل. وإسماعيل ده الغفير بتاعه ضبحوه، جابوه في جريدة الدار، أفشل جريدة سودانية، بعدين جابوه قال ضبحوا الغفير وإسماعيل ميت، ما قدر يحمي غفيره. يحميك انت من الحلفاية تناديه: يا إسماعيل الحقنا وافزعنا، مصائب كثيرة واقعة في البلد دي، والله الذي لا إله غيره. واحدين قالوا الشيخ بدي الجنة، البرعي ذاته عنده كتاب اسمه أعلام الطريق، جايبين فيه صورة البرعي ذاته، قال: كباشي كم أدى ولد في كل بلد، كم حل عقد كباشي، يربط ويحل في كل محل كباشي، المتوكل لأمر يكل كباشي، من غير مس وتفل كم أدى طفل كباشي. البدي الطفل منو؟ كباشي ولا الله يا ناس؟ قال تعالى: أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. والله وادقس ودي المرأة للشيخ، قول لها: الشيخ كذا أدينا جنة. يا زول في زول بيقرب، قولك ما تقرب البيضة من الحجر ولا شنو؟ ولا الانتاية من شنو؟ من ودبرك، ما تقربون سوا. والله دي مصيبة كبيرة جدا، زول يشيل مرته يوديها للشيخ، قول لها: أبويا الشيخ أنا دار لي جنة، والشيخ يقول لها: دخلها جوا، هاك التراب ده أكشحه في المنطقة الفلانية، بيكشح التراب والتراب بيملى خشمه. بتلعبوا بالدين يا ناس ولا شنو يا أخ؟ والله الذي لا إله غيره، بدي جنة وبيعمل إيه وبجيب الرايحة وأبنزل مطر وبلاوي كثيرة ومصائب في البلد دي، عشان كذي أقوى مخلوق يمشي على وجه الأرض هو الذي يوحد الله تعالى. شوف مثل ده وهابية قال وماشي، الله يديك. لكن ليه عربية بدل يشكر الله سبحانه وتعالى شغال وهابية؟ طبعا وهابية دي ما بقولوها لنا إلا الناس اللي نحن مسخنين نوم. والله هسي الناس العاديين يقول لك: يا مولانا جزاكم الله خير، بيكون ده متكيف ودارس مع الدين. والله لكن زي ده بتكون مسخنة معاه. ضوالي بيقول لك: وهابية جو والوهابية مشوا، انت ما قلت شيخك بينفخ كذا؟ انفخنا جلالي ابن ما شزا ينفخنا التزيت ويه. والله الذي لا إله غيره ملبسنهم حجبات، والولد ملبسنه كمون، ويقول لك بتحفظه من العين، والولد تلقى ريالته ليه ركبته، هسي ده بدي عين منه ذاته. مصايب في البلد دي، ولد يقول لك ده بتحفظه من العين. يا أولاد الجماعة ذلك الخواجات وكذي، ولد ولا عين ولا شيء، هي العين فيه لكن ما بخافوا منها. انت لو العين دي تتحصن تسأل الله سبحانه وتعالى ينجيك، والله هو اللي بيحفظك، مش حجاب ولا كمون ولا حاجة تعلقها في نفسك. شكر رب العزة والجلال قال: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وده أعظم شيء تحققه، تاني بعد ذاك تجي للمعاصي،
واحد انت عارف بتاع سيليزيون في الشعبي بتاع سيليزيون عديل، بعدين لقى أعمامك كذي واحدين بيبيعوا في حجبات بدري، خدت السيليزيون وبجيون واحد كان داعي ينحرف، كان بيجي بقول لهم وحدوا الله وكذي وكذي، بعدين زولك ده بيشرب في السيليزيون خدت القطعة في خشمه امدخ في السيليزيون جاب بتاع الحجبات ما قادر يمشي، قال لي اه ما بسوّن اي شيء ومشى طوالي، والله قلت ليتها خير من ده، وده ما لا ما شارب سيليزيون لكن انت اخير منه لانه عقيدتك عارفه في ابنه عقيده في الله سبحانه وتعالى، يغزو قدر الضربه البس له حاجه قدر الطبله وقلت تحميه حجاب بتاع محبه حجاب بتاع سكين حجاب بتاع طلق حجاب بتاع رزق ويبيعوا بالقروش حق رزق ويبيعوا بالقروش، هسه دي كيف يعني؟ يقول لك تلبسوا الرزق بيجيك وتلقاه للظهور ما فطر، تقول ليه انت فطرت؟ لا يقول لك لسه ما ترزقنا، وحجابك ده بيشتغل 200 انت ده بتبيع فيه ولا شنو؟ انا داير اعرف، لما واحد سمعته هناك في 17 قال في حجاب بتاع نمله، قال النمله قدر كيف يلبسوا لا حجاب بس اثقل النمله ولا الحجاب، ناس كسلانه واي شيء يخوفها لانه العقيده بقت ما فيها الله، لو السفنجه مقلوبه يقول لك صلحها صلحها ما تقلبها علينا، لو جات كتاحه ساي يرجفوا، لو السن انكسر يدعوها فوق يا الشمس ادي سن الغزال اديني سن الحمار، يا اخي في شمس عندها سنون ما كان عضت القمر، في شمس عندها سنون، كلام كله هوس وعقائد منحرفه وبلاوي واقعين فيها كثير من الناس خوفون، والله تبقى صوفي اول شيء تصدق اي شيء، تصدق سمك جيب لبن، تصدق واطاء تنبت كوكولا، تصدق سحليه متبرجه فار قاطع نص كديسه عاقبه والديه، تصدق اي شيء والله نمره واحد. اثنين بتبقى زول خواف تخاف من ضلك، الصوفيه بخوفوك من اي شيء، ابويا الشيخ بيتبين فيك وبغير فيك وبيعمل لك وبسوي لك كلها شغل مضره، شيخ يجي عندك عتان تربي فين وتتدين تجيب في القش، يقول لك جيب عتوت ولا بقلبين حجار من عتوت، يا عتوت شوف شغل المضرة والله حجارة عديل، يا تجيب عتوت يا بقلبين حجار، انت وقت بتقلب ما تقلب الحجار عتان وشيل لك عتوت بس، انت ليه تقلب لي عتاري حجار؟ انا داير عارف المضرة دي لزومة شنو؟ مضرة في البلد ومصائب واقعين فيها كثير من الناس، وغشوا الأمة وخدعوا الأمة، أي زول غلبته الشغلة شفتها؟ يجيب له شوال بتاع خيش يقعد له في غرية، بعدين خدت له برازيلة وقصبة وبرطمانية مفتوحة ولملم له كم كيس كيس كذي وتراب، ويجي بعد ذاك يجي يبيع لون دعود بتاع محبة، في محبة بجيبوها بيعود دعود برطمانية بتاعت كذي، واحد قال لي لقيت واحد بتاع عيدان شغال ببيع للناس ده عرق بتاع كذي، قال خليته غفل قلت شلت لي عرق من الواطة ساي رميته في نص عروقه، قال بعد غفل اتلفت، قال بعد ذاك اتلفت علي قلت لا اسمع العرق ده حق شنو؟ وقال انا رميته ذاته، قال قلت لي العرق ده حق شنو؟ قال قبل كذا قال له ده حق نزلة، قال له يا اخي نزلت يعني تخطيت وانا ذاتي يا اخي انت بتلعب علينا ولا شنو يا اخي؟ حق نزلة كيف يا اخي؟ ده انا جبت ذاتي براي، وقعت هنا في حي الروضة اللي هو اخواننا ديل بيبيع في الحاجات دي، بعدين قال دي كرامات ابونا الشيخ المكاشف ولا الكباش ما بعرف، وخدت صفته لابس مرا جلابيه اشتروها جديده ويرجعوها، فهم غريب ذاته جلابيه بيرجعوها لما تنشرط، المهم بعد ذاك بيبيع وخدت صفته، قاموا قالوا له دي شنو؟ والله قال دي بركات ابونا الشيخ، كان قال لي اهو الصفه دي برضه بركات ابونا الشيخ، لا لا قال استغفر الله توف واصل في حاجاته، يا ناس دي كلها مصايب، وباسم دين الاسلام خليك زول شاب قوي وزول اسد، زول قال لك بتبين فيك قول له تبين طوالي، سوي اي شيء قول له، اقرا ايه الكرسي دي بتنسف اي جن لافع على وجه الارض،
بس شفت آية الكرسي وتتحصن الصباح وتتحصن بالمساء. تاني لا شيخ لا شيطان لا جان، تكون ماشي في الأرض دي من أقوى خلق الله سبحانه وتعالى، وعقيدتك تكون في الله تمام. اثنين، تبتعد من المعاصي، أي معصية تبعد منها، والله الذي لا إله غير، ابتداء من تأخير الصلاة، ما بتصلي صلي، لأنه من أسباب عذاب القبر تأخير الصلاة وترك الصلاة. حديث أختم به هذه الجلسة وأسأل الله يتقبل منكم جميعا، حديث في صحيح البخاري عن سمرة ابن جندب ابن جندب رضي الله عنه قال: كان الرجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقص له الرؤيا فيفسرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حتى جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، قال كان الرجل بيجي بيقول له أنا رأيت في المنام، رأيت في المنام كذا وكذا، الرسول يفسر له صلى الله عليه وسلم. يوم الرسول عليه الصلاة والسلام هو ذات حكى لهم رؤيا، قص لهم رؤيا، قال: أتاني الليلة آتيان، قال لهم في النوم جوني ملكان، أتاني الليلة آتيان، فأخذا بي فقالا لي انطلق، فانطلقنا. أرجو الله أسمع الحديث ده، وده في البخاري حديث صحيح. قال فأتينا على رجل مضطجع وآخر قائم عليه بصخرة يسلغ بها رأسه، قال واحد راقد والثاني شايل له صخرة بيقوم بيضربه بالصخرة رأسه بالسلخ بيتهرس، فيتدحدح الحجر فيذهب فيأتي به فإذا برأسي قد نبت، ثاني رأسه يرجع. قال فقلت: من هذان؟ ديل منو الاثنين ديل؟ فقالا لي انطلق انطلق، من هذان أي هذان الرجلان؟ فقالا لي انطلق انطلق، فأتينا على جبل وعر، جبل وعر، فقالا لي اصعد، قلت لا أطيقه، قالا اصعد وسنسهله لك. قال فصعدت فرأيت نساء معلقات من أثدائهن، ورأيت أشياخا ورجالا ونساء على مثل التنور، التنور ده فيه فرم أعلاه ضيق وأسفله واسع يعني زي الجدرة، وتحت نار فإذا اشتعلت ضوضوا، قال النووي ضوضوا يعني صاحوا، يعني ناس جوا حاجة زي الجدرة فرم والنار بتشتعل فيه، رجال ونساء وأشياخ، أشياخ يعني كبار في السن. فقلت: من هؤلاء؟ قال لي انطلق انطلق. قال فأتينا على نهر من دم، نهر تاع دم، قال وإذا فيه رجل يسبح وآخر قائم على شاطئ النهر يأخذ حجارة فيلقمه في فاه كلما اقترب من الشاطئ فيلقمه في فاه، فقلت: من هذا؟ قال لي انطلق انطلق. قال فأتينا على رجل قال مقرض بالمقاريض من أشداقه، مقاريض بتاعة حديد من شفته السفلى إلى بطنه ومن شفته العليا إلى منتصف رأسه. قال فقلت: من هذا؟ قال لي انطلق انطلق. في نهاية الحديث قال له كما قال، قال له: أما الرجل المضطجع المضطجع وآخر قائم عليه بصخرة يسلغ بها رأسه فهو الرجل يأخذ بالقرآن فيرفضه
وينام عن الصلاة المكتوبة. الأذان شغال ويسمع الأذان وينوم، والصبح يمش، والظهر يمش، والعصر والمغرب والعشاء ما بصلي أو بأخر الصلاة. ده من أسباب عذاب القبر. والله الناس تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. في شباب ما بصلوا، قالين الشغلة دي سهلة جدا، ولك ما الله غفور رحيم، شغلة دي خطرة جدا. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. بعد ذلك ذكروا أشياء أخرى. قال فقال لي: وأما النساء اللاتي علقن من أثلائهن والأشياخ الذين على مثل التنور والرجال والنساء فهم الزنات والزواني، يعذبون في قبورهم في حياة البرزخ، فهم الزنات والزواني. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، بيعذبون جوا. لكن الزول إذا تاب وصدق في توبته الله بيتجاوز عنه. قال: وأما الرجل الذي يذبح في نهر من دم، وآخر يلقمه في فاه في فيه الحجارة، فهو آكل الربا، يأكل الربا في الدنيا. واسي قاعدين يتحايلوا في مسائل كثيرة من مسائل المعاملات، يمشوا للبنك وتمويل أصغر، ويمشوا يجيب لنا فاتورة ودارين كذي، لخبطة كثيرة جدا شغالة في البلد وفي غيره. آخر شيء: وأما الرجل المقرض بالمقاريض من فمه، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فهو الرجل يكذب الكذب فتطير في الآفاق، تنتشر. يقول لا نقتل الناس، ضحك الناس. وواحد جاء من كذب ما بعرف وحصل كذب، والجماعة قح 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 يضحكوا وتنتشر لآخر الدنيا، واكتبوها في الواتساب. ناس بتكتب ساي شغلها ماشيين ساي، في ناس بالين ساي في الدنيا دي، والله باركوها ساي ماشيين باركوها. بس يا زول بتتورط اعمل حسابك، والله الناس مجاسفين الحياة ساي. ولك الله نكتة ظريفة كذا نرسلها للمجموعة، انت عارف هذه كذب ساي، كذب كذب على الأمة، وضحكوا الناس مين ومين يجيبون في البص، ضحكوا الجماعة والعوض والجركانة. ناس أهلنا وأهلكم وغيرهم، ويثيروا في أشياء نعرات ومصائب كثيرة، نعرات قبلية وغيرها، كلها مصائب عشان يضحكوا الناس. وسيسألهم ربهم سبحانه وتعالى إذا لم يتوبوا ويرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. فالناس تترك المعاصي، تترك الذنوب، تتوب إلى الله، تشك دربك، تستقيم حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. إذا مد الله في الآجال نأتي إن شاء الله تعالى الجمعة المقبلة ويتواصل يعني هذا البيان وهذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لعل الله ينفع بها كثيرا من خلقي أو بعض خلقي. نسأله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا جميعا إلى البر والتقوى، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.